سلوج لإحياء اليوم الذكرى 89 لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار. نعم إليك عطية. أهلا بك مرة ثانية في المنبر. في الذكرى 89 هنا مشهد في مدينة سلوج في المكان الذي استشهد فيه شيخ الشهداء عمر المختار، رمز كل الدين الذي وحد الدين الذي نضل وقاوم الاحتلال الإيطالي لأكثر من 20 عاما. تشهد مدينة سلوج هناك أمام خلفي تشهد احتفالات كبيرة جدا، هناك ميز شعبي قادم من مشاركين هناك من منطقة شرقية لكافة منطقة شرقية والمنطقة الوسطى، شاركوا فرسان كثيرون لإحياء هذه الذكرى ولإحياء هذه الشخصية العظيمة التي قدمت لليبيا وهي رمز الجهاد في وطننا داخل ليبيا. كذلك هناك في الضريح، كنا قبل قليل هناك عند الضريح، كانت هناك الكثير من الورود والكثير من الزوار والكثير من حتى الأجانب، يعني غير المدينين قدموا لإحياء ذكرى شيخ الشهداء 89. هناك أفراح تعم هنا، أطفال كثير، الشيوخ والشباب قدموا هنا لإحياء ذكرى 89 لعمر المختار. طيب، ما هي أبرز الفعاليات التي أقيمت اليوم لإحياء هذه الذكرى العظيمة لليبيين؟ طبعا هناك كانت حلقة حوار في جامعة سلوج، كنا هناك قبل قليل وقاموا بحول بجو حوار سياسي وحوار تاريخي، تحدثوا فيه عن وذكر فيه هناك الملاحم التي قدمها عمر المختار والأجداد هناك. وهنا في مكان الضريح، بقرب مكان الضريح، هناك خلفي ميز شعبي ضخم قدم فيه وشارك فيه العديد من الفرسان من المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية وحتى مدينة بنغازي، وهناك أيضا بعض الفرسان قدموا من المنطقة الغربية لإحياء هذه الذكرى. نعم، مراسلنا عطية العبيدي كنت معي على الهواء مباشرة من سلوج في يوم الشهيد في الذكرى 89 لإحياء ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، شكرا جزيلا لك.